أكد الرئيس السيسي ضرورة وجود أوعية ادخارية لدى الوزارات والهيئات المختلفة، مشيرا إلى أن قناة السويس تحتاج إلى صناديق وأوعية لتمويل مشروعات جديدة. واستدل الرئيس السيسي بصندوق وزارة الصحة التي أنشئ لتمويل المشروعات ورفع كفاءة المستشفيات، مؤكدا نجاح مشروع التأمين الصحي المبني على أسس ودراسات. قناة السويس هتكلم عن الافتتاح الجديد، مش الافتتاح اللي هو في القرن الاول ما اتفتحت، لا اللي هو سنه 75 حتى بعد حرب 73. من 75 للنهارده قناه السويس جابت تقريبا 200-220 مليار دولار. انا خليت المتوسط اربعه. خليت المتوسط ايه؟ اربعه. 200 مليار دولار. لو حد كان شال 10% من الرقم ده وحطه في صندوق، خلي بالكوا الصندوق ده مش معناه ايه، ما هو دخل البرلمان ليه الصندوق؟ عشان يديله حصانه قانونيه في ما حدش يقدر لا مؤاخذه ياخد منه ولا يتصرف فيه ولا اي حاجه طبقا للمعايير اللي تم التصديق عليه بيها والقواعد اللي اتحطت. اجهزه الدوله الرقابيه تفتش عليه طبعا، جهه سياديه مسؤوله عنه طبعا، كل حاجه.